معاك ياللي قلبك صافي وبريء، معاك كل لحظة يا أجمل صديق، عشان ضحكة صافية، عشان كلمة دافية، عشان فرحة تظهر في آخر الطريق. سؤالنا تجاوبه ونبدأ حكاية، وتسعد قلوبنا في أجمل بداية. جوابك يفيدنا ولو كان بإيدنا، معاك كنا نفضل لحد النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج صانع السعادة. بننزل الشارع ونقابل الناس، ومعانا الأظرف دي. الأظرف دي فيها جوائز مالية قيمة، بس علشان حد ياخد مني ظرف لازم يجاوب على سؤال هسأله له. يمكن يفرح لأنه جاوب صح وفاز بالظرف، وممكن يفرح لأنه عرف معلومة جديدة، لكن الأكيد إن الكل فرحان وسعيد مع صانع السعادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف فيك؟ عطلة سعيد. عطلة سعد. سعيد. 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 ازيك عطلة؟ الله يسلم حضرتك. منين عطلة؟ من القليوبية، القناطر الخيرية. القليوبية، القناطر الخيرية، أحسن ناس. ألف شكر. تشتغل إيه عطلة؟ في المعمار. في المعمار؟ في المعمار. تشتغل إيه في المعمار؟ يعني مباني، نقاش، سباكة. بساعد في أي حاجة يعني. طيب أنا شايف معاك حاجات كده في إيدك وشوال وفي ده إيه؟ ما توريني كده اي حاجه بالشنطه دي. كوريك واروانه. ادي كوريك اهو حضرتك. تمام خلاص. واروانه تمام. حط شاكوش. دي العده بتاعتك اهو، بتاعتك انت الخاصه. تخرج تشتغل بيها دي، تاخدها معاك. طب باخدها اشتغل بيها معايا دايما. انت قلت خارج الشغل لازم تاخد العده دي. اكيد. عندك كم سنه يا عطل؟ 32. 32 سنه. متجوز؟ لا متجوز. احنا برنامج صانع السعاده، يعني عايزينك تبقى سعيد ومبسوط وفرحان دايما. سعادة بوجود حضرتك. ربنا يخليك. الله يعزك. احب اسالك سؤال، لو جاوبت عليه تاخد جايزه ماليه. يا رب اجاوب بس. ولو ما جاوبتش ناخد منك العده بتاعتك. تحت امرك. تحت امرك. لا انا بهزر طبعا. اسالك سؤال عطا الله، وان شاء الله تجاوب عليه وتكسب معانا جايزه ماليه قيمه. ما هو الطائر الذي أرسله نبي الله سليمان إلى قوم سبأ؟ طائر أبابيل. أبابيل؟ لا مش الطائر الأبابيل. لا تعرف قصة سيدنا سليمان؟ لا أنا أسمع عنها بس الطائر ما في قصة سيدنا سليمان. قصة مشهورة جداً وعلاقته بطائر احنا عارفينه كلنا وموجود. طائر قريب من الحمامة و... سيدنا سليمان قريب من الحمامة. كان في طائر سيدنا سليمان أرسله إلى قوم سبأ. طائر معروف. لو في اختيارات. طيب أنا هقول لك اختيارات. تمام. هل الطائر ده هو الصقر ولا الديك ولا الهدهد؟ لا هو الصقر ما حصلش، يبقى هو الهدهد. الهدهد. مالي لا ارى الهدهد. ده قصه مشهوره قوي عن سيدنا سليمان. الهدهد. الديك ما كانش في الموضوع اصلا. يبقى انا اسالك سؤال تاني. ما هي عمله المملكه العربيه السعوديه؟ العمله. ريال. جواب صح. عطا الله انت كده كسبت معانا جايزه ماليه من برنامج صانع السعاده. الف شكر. اضحك بقى. اضحك. الجايزه بتاعت عطا الله. اتفضل عطا الله. دي جايزه من برنامج صانع السعاده. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك ان شاء الله. وكريم عليك وكل سنه وانتم طيبين جميعا. تحيا الناس الشقيانه، الناس الجدعه اللي بتجري على اكل عيشها. وطبعا الشكر ليكم طبعا والفضل لربنا الاول والاخر ثم ليكم. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. انت طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك كنا نفضل لحد النهاية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف فيك؟ عوض محمد. عوض محمد. تمام. كم سنة عم عوض؟ 25 سنة. 25 سنة. منين؟ أسيوط. بتجوز؟ تمام. بتجوز؟
قول لي يا معوض، انت بتشتغل بالك قد ايه في الشغلانه دي؟ بقالي سنتين. سنتين بس؟ اه. اشتغلتها في اسيوط ولا هنا بس؟ لا اشتغلتها هنا. وايه اللي حببك في شغلانه غزل البنات؟ والله طبعا هي ارزاق بتاعت ربنا، ارزاق بتاعت ربنا، والواحد بيسترزق وخلاص هنعمل ايه؟ الدواء بقى كده على كده، فالواحد اي حاجه بيشتغلها. اظن كل زباينك اطفال. تمام اه اطفال. اه وايه علاقتك بالاطفال بقى؟ والله حبايبي كلهم، كلهم بيحبوني وربات زباين هنا في الشيخ زايد وفي كل حته بروحها. بفرحوا طبعا لما بيشوفوا. اه بفرحوا طبعا حبيبه ماني. دي الزماره. اه زماره. اول ما بيسمعوها بيجوا عليك جري. اه لازم الزماره طبعا. في الشقه بتاعته لازم الزماره طبعا عشان خاطر يطلع يشوفني، من غير الزماره ما اعرفش اشتغل. انت بتشتغل في منطقه هنا بس ولا بتغير؟ لا هنا في ال 16 في ال 11 في الشباب هنا. هنا انا بنلف كده. الاطفال طبعا زباينك عارفينك طبعا. اه عارفيننا طبعا. هتقول لي عوض، انت بتبيع كام واحده في اليوم مثلا؟ يعني 120 100 كده. هو كترتها مش هتنفع، ان بتخس في العيل بقول لك دي صغيره، فلازم عشان خاطر الحلاوه دي مع الهواء ممكن بيخليها صغيره كده. تقعدش وقت كتير. اه الواحده بكام؟ الواحده بجنيه. وغزل بنات بس؟ اه. مش معاهم العاب ولا حاجات ولا؟ لا ساعات ممكن بتجيب بلالين بتاع. يعني انت بتبيع في المتوسط كام واحده؟ في المتوسط 100 جنيه. 100 جنيه دي بتكفيك؟ والله يا الحمد لله رب العالمين. اه يعني الواحد بياكل على قد برضه، انت عارف يعني، في ماشي والحمد لله. الحمد لله بترزق برضه كده والحمد لله. اكيد ربنا كبير وربنا كريم. اه الحمد لله رب العالمين. فكرتش تشتغل شغلانه ثانيه غير الشغلانه دي؟ والله فكرت كتير طبعا، ان السن برضه مش مسامح برضه للشغلانه دي. تمام. إيه انت لسه صغير. لا مش كده برضه، العيال برضه يعني اكترتها الشغلانه دي ما تبقى العيال. وايه المشكله؟ عادي ما فيش مشاكل. الاطفال احباب الله. احباب الله. هم بيستنوك كل يوم. اه كل يوم طبعا والله بيعبينه جو. موبايلك الابرين ده؟ اه. ده ايه زبون؟ مش عارف بقى. شوف جاي زبون ولا حاجه عايز. لا لا ما فيش ارقام زبون، ما حدش واخد رقم التليفون. طب احنا في برنامج صنع السعاده بنسالك سؤال، لو جاوبت عليه بيكون ليك معانا جايزه ماليه قيمه ان شاء الله. ان شاء الله. انت ايه رايك؟ تمام يا باشا. معلوماتك ايه اخبارها؟ والله معلوماتي اي حاجه برضو عادي. طيب هسالك سؤال بسيط. اتفضل. ما هي الليله التي يكتمل فيها القمر؟ الليله اللي القمر فيها بيكتمل. ليله القدر؟ لا. يوم كام في الشهر الهجري اللي القمر بيكتمل فيه؟ يوم كام في الشهر؟ لا قمر 14. يقول لك قمر ايه؟ 14. طب ليه؟ هو سموها من 14؟ ليه؟ ليه بقى مش عارف. عشان يوم 14 بيحصل ايه؟ 14 القمر ايه؟ بيطلع يكتمل. بيكتمل اه. صح كده؟ صح. طيب اعتبر اجابتك صحيحة وانت كسبت معانا جايزة مالية قيمة ان شاء الله. من برنامج صانع السعادة. هنديك الجايزة وتجيب لنا بقى واحدة غزل بنات ولا حاجة نجربها. كلهم خدهم. حبيبي ربنا يكرمك. ربنا يخليك. يوفقك ويرزقك. يا امين يا رب. واحنا بنحب الناس الشقيانة. الناس اللي بتجري على الاكل عشاء. ربنا يصلح حالكم يا رب، يدعكم دايما في الخير. الجايزه بتاعت عوض؟ اتفضل يا عم. دي جايزه من برنامج صانع السعاده، وكل سنه وانت طيب. طيب يا باشا. ورمضان كريم عليك ان شاء الله. الله اكرم يا باشا، ربنا يدعي على الناس كلها سعيد يا رب. ربنا يصلح حال الناس كلها. ربنا يبارك فيك ويرزقك. تسلم يا حبيب قلبي. تفضل تسعد الاطفال. زي احنا جينا من برنامج صانع السعاده عشان نسعدك ونبسطك، انت كمان بتسعد الاطفال. ربنا يصلح حالكم يا رب، ويدعيلكم دايما في الخير كده. بس ان شاء الله زباين الاطفال كلهم هيتلموا عليك دلوقتي. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. الله اكبر، ربنا يسعد الناس كلها يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ما كنا نفضل لحد النهايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف فيك؟ حلمي محمد مرسي. حلمي محمد مرسي، اهلا بيك. اهلا بيك. احنا برنامج صنع السعاده. يا مرحبا بالاستاذ. هندردش مع بعض شويه. اتفضل سيد. ونسألك سؤال لو جاوبت عليه إن شاء الله يكون ليك جايزة مالية قيمة. الأول أنا عايزك فرحان كده ومبسوط. مبسوط الحمد لله أني شفت سيادتك. شايفك قلقان. لا مش قلقان ولا حاجة، أنا شفت سيادتك. بندردش مع بعض وهنسألك سؤال بسيط وإن شاء الله تكسب بإذن الله. إن شاء الله. أنت بتشتغل إيه يا عم حلمي؟ أنا راجل سباك. سباك. منين يا عم حلمي؟ من القليوبية، أبو الغيط. قرية أبو الغيط. طبعاً أنا طالب خيرية. عندك أولاد عم حلمي؟ أه. قد ايه؟ ستة. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله رب العالمين. كبيرة قد ايه؟ عندي واحدة متجوزة وعندي واحد عنده 17 سنة. ما شاء الله. الحمد لله. بقالك كتير شغال شغلانة السباكة دي؟
يعني بتاع 10 سنين. بتحبها؟ طبعا. اشتغلتش حاجه غيرها؟ اشتغلت بقى حاجه ارزاقي كده وحسب ايه الظروف يعني اللي جاي يعني لاي شغلانه، اهم حاجه نجيب ايه الجنيه الحلال. ربنا يديم عليك الحلال ويرزقك ويبارك فيك. هسألك سؤال بسيط وان شاء الله تجاوبنا عليه. ما هي اكبر مدينه عربيه؟ اكبر مدينه عربيه المدينة كلنا عارفينها. السعودية دولة. دولة. نتكلم على مدينة. مدينة القاهرة. القاهرة. أيوة. القاهرة هي أكبر مدينة عربية فعلا. مدينة القاهرة. سؤال صعب؟ لا مش صعب ولا حاجة. عندك المعلومة دي قبل كده؟ لا ما. معلومة معروفة. الحمد لله. القاهرة. القاهرة. طيب انت كده كسبت معانا جايزة مالية قيمة ان شاء الله. ممكن اسألك سؤال تاني؟ ولا كفاية كده؟ ما هو اكبر حيوان يعيش على اليابسة؟ اكبر حيوان يعيش على اليابسة. فكر كده. الجمل؟ لا، هو عموما انت جاوبت خلاص السؤال اللي انت هتاخد عليه الجايزة ان شاء الله، بس انا حبيت اختبر معلوماتك كمان وكمان. احنا سعداء ان احنا كنا معاك النهارده في برنامج صانع السعاده. احنا اسعد ومبسوط ان انت فكيت. انت كنت متحفز قوي وكنت حاسك قلقان. متحفز ولا حاجه، احنا بنسال اسئله بسيطه والبرنامج اسمه صانع السعاده علشان هو صاحب السعاده بجد. صانع السعاده. صانع السعاده عشان نشوف الضحكه الجميله دي من الناس الطيبه الشقيانه اللي زيك. الله يخلي سيادتك. الله يخليك. ربنا يبارك فيك وفي اولادك ان شاء الله. يديك الصحه يا استاذ. ربنا يديك الصحه. الجائزه بتاعت عم حلمي، كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك ان شاء الله وعلى اولادك. وكل عام وانتم بخير. مبسوطين ان احنا شفناك النهارده في صانع السعادة. واحنا مبسوطين برضو ان شاء الله. ماشي يا باشا. مع السلام عليكم. مع السلامة. معك يلي قلبك صافي وباري، معك كل لحظة يا أجمل صديق، عشان ضحكة صافية، عشان كلمة دافية، عشان فرحة تظهر في آخر الطريق. سؤالنا تجاوبه ونبدأ حكاية، وتسعد قلوبنا في أجمل بداية. جوابك يفيدنا ولو كان بإيدنا، معك كنا نفضل لحد النهاية.